هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك. لماذا يثبت الصيام؟ العرب الكرام عندما وضعوا الشهور القمرية وضعوها على حركات القمر، هنالك الشهور القمرية وهنالك الشهور الشمسية. الشهور الشمسية عند غير المسلمين، أما الشهور القمرية فهي عند المسلمين. فالعرب تواضعوا على وضع الشهور العربية القمرية قبل الإسلام بحوالي 200 عام أو بحوالي 150 عاما، وجعلوا ذلك على حركة القمر، والقمر يبدأ بالهلال. الهلال يعني يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يكون قمرا ثم يكتمل بدرا في ليالي البيض. وسميت ليالي البيض لاكتمال القمر فيها ووضوح القمر فيها وإعطاء الأرض الإضاءة الجميلة الطيبة. فلكون شهر رمضان هو شهر عربي قمري، صار ثبوت دخوله بالرؤية، برؤية الهلال. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام بالرؤية، برؤية العين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، أي تروا الهلال، فإن غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتموا 30 يوما. إذن الرؤية هي التي يثبت بها دخول شهر رمضان ودخول أي شهر، لأن هذه الشهور قائمة على حركة القمر منذ أن يكون هلالا ثم يكبر إلى أن يصغر مرة أخرى ويبدأ من الشرق بصيغة الهلال أو برؤية الهلال. فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصام رمضان إلا بعد رؤية الهلال، وأن تكون رؤية متحققة واضحة كاملة لا خلاف فيها ولا غموض فيها. هذا معنى الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي رواية: لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم أو فإن غم عليكم في رواية، فاقدروا له في رواية، وفي رواية: فأتموا 30. ما معنى فاقدروا لها؟ أي أنتم قدروا هل يوجد الهلال أو لا يوجد. وهذا يدل على علم الفلك. فاقدروا له أي بالحساب الفلكي، إذا غميت عليكم الرؤية بالسحب وبالغيوم بأن لا يكون هنالك وضوح في السماء، فهنا يلجأ إلى الحساب الفلكي. فاقدروا له بمعناته تقدروا له بالحساب الفلكي، هل فعلا الهلال ممكن رؤيته أو غير ممكن رؤيته. وفي رواية: فأتموا 30، هذه واضحة، بمعنى إنكم إذا لم تروا الهلال مساء 29 من شهر شعبان فأتموا شعبان 30 يوما، فبعد 30 يوما يصبح رؤية هلال رمضان هي متحققة، لأنه لا شهر قمري أكثر من 30، ولا شهر قمري أنقص من 29 يوما. يعني الشهور العربية القمرية قائمة على أن تكون، أما أن تكون 29 يوما أو أن تكون 30 يوما.
هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء.